اللي نشوفه في الفضاء هو شيء يشبه الرجوع للماضي. كل ما تعمقنا في الكون، كل ما رجعنا في آلة زمن للوراء، لأن نشوف ضوء النجوم اللي قطع ملايين السنين ومليارات الكيلومترات عشان توصل لعدسات تلسكوباتنا. نحن نشوف الماضي في السماء ونعيش الحاضر على الأرض. أقرب نجم لكوكبنا بعد الشمس هو نجم باسم ألفا سنتوري، ويبعد عنا حوالي 4 سنوات ضوئية ونص، وهذا يعني أن الضوء الصادر من ألفا سنتوري يقطع 4 سنوات ونص بس عشان يوصل للأرض، وهذا أكيد بسبب حجم الكون الهائل، وهذا ينطبق على كل النجوم اللي نشوفها في السماء في الليل. الفلكيون القدامى أطلقوا أسماء كثيرة على النجوم، وهذا بدأ قبل أكثر من 2000 سنة، واليومنا هذا ظلت النجوم معروفة بنفس الأسماء، وفي قصص عن هذه النجوم لحد اليوم يتم روايتها، مثل قصة نجم سهيل مع بنات نعش. تقول الأسطورة أن سهيل جتل نعش، وكان نعش عنده 7 بنات. البنات حزنوا على مقتل أبوهم وحلفوا بأنهم ما يدفنون جثته إلا بعد ما يأخذون ثار أبوهم، لكن يوم سمع سهيل بقسم البنات هرب منهم إلى السماء. فقرروا البنات أنهم يطاردونه. 4 منهم حاملين جثة أبوهم، وثلاث الباقيات مشوا ورا النعش. بنات نعش اللي يظهرون في الجزء الشمالي من السماء طول السنة، ومن ذاك الوقت وهم حاملات نعش أبوهم، ويطاردون سهيل الهارب إلى الجنوب، واللي يظهر كم شهر ويرجع ويختفي. واليومنا هذا البنات ما خذوا ثار أبوهم. بعيد عن الأساطير، بشكل علمي النجم هو كرة عملاقة من غاز الهيدروجين والهيليوم في الفضاء، ويستمد طاقته من تفاعلات نووية تحصل في قلب النجم. ولكن خلونا نتعلم أكثر عن هذه التفاعلات وكيف تصير. النجم أساساً يتكون من غازين، الهيدروجين والهيليوم، وكتلة النجم الهائلة تخلي درجة حرارتها عالية لدرجة تكفي لحدوث تفاعل نووي بين ذرات الهيدروجين، والطاقة الناتجة عن التفاعل هي اللي تحافظ على ضياء النجم اللي يستمر في توهجه لين ما تنتهي معظم ذرات الهيدروجين الموجودة في مركز النجم. ومعظم النجوم بدأت تشع بعد حوالي 200 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، لكن نجوم جديدة ما زالت تتكون من خلال سحب الغاز والغبار، أو كما يعرف بالسديم، الموجود في مجرة درب التبانة والمجرات الأخرى. والشمس نفسها تكونت بهذه الطريقة من بعد ما تطورت من كتلة سديمية قبل 4.6 مليار سنة. كم عدد النجوم اللي نقدر نشوفها بالليل؟ 1,000,000 نجم؟ 1,000,000,000 نجم؟ 9,096 نجم. يعني من تريليونات النجوم في الكون نحن بس نقدر نشوف أقل من 10,000 نجم، الأقرب منا والأشد لمعان. أما من خلال المراصد الفلكية تمكن الفلكيون من رصد ملايين من النجوم. سطوع نجم يعتمد على شدة لمعانه وعلى مدى بعده عن الأرض. فكيف نقدر نحسب بعد النجوم عنه؟ في أكثر من طريقة لقياس بعد النجوم عنه حسب أنواعها وخصائصها،
لكن أبسط هذه الطرق وأكثرها انتشاراً هي طريقة النزيح النجمي. وبالرغم من أن مصطلح علمي زيادة عن اللزوم، إلا أن هذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي على ظاهرة فيزيائية بسيطة نشاهدها خلال حياتنا اليومية. مثلاً يوم تركبون السيارة وتنظرون للخارج، يكون في أشجار على طرف الشارع وراها بنايات، وبتشوفون كل الأشجار القريبة تتحرك بسرعة وتختفي من مجال نظركم، لكن تبقى البنايات ضمن مجال رؤيتكم لمدة أطول من الزمن. وإذا كان في برج بعيد تقدرون تشوفونه لعدة دقائق أثناء حركة السيارة من دون ما تختفي. هذا هو اللي نسميه النزيح، وهذا المبدأ ينطبق على النجوم. فيوم تتحرك الأرض حول الشمس، بينما تتحرك النجوم البعيدة بسرعة أقل. وبهذه الطريقة نقدر نعرف بعد النجوم عنا. أوقات كثيرة نسمع أن العلماء قدروا يقيسون الحرارة السطحية لنجم بعيد عنا في الفضاء، فالسؤال اللي يطرح نفسه هو كيف ممكن نعرف درجة حرارة جسم بعيد عنا في الفضاء؟ لون النجم هو اللي يحكم على درجة حرارته. كل ما كان النجم أسخن يظهر باللون الأزرق، وكل ما كان أبرد يكون لونه يميل للأحمر. والحرارة السطحية هي من الخصائص المهمة للنجوم، لأنها تقدر تكشف عن العديد من الخصائص الفيزيائية للنجم مثل ضيائه وحجمه، وهذا الشيء أساسي في فهمنا للنجوم. النجوم تومض لأن ضوءها يسافر لمئات أو آلاف أو حتى ملايين السنين قبل ما يوصل كوكبنا، ويوم يمر من خلال طبقات غلافنا الجوي تظهر النجوم وكأنها تومض عبر السماء أو تتحرك. ولكن هذه الحركة ناتجة عن دوران الأرض ومش عن حركة النجوم. ومع أن النجوم أيضا تتحرك، إلا أن ما نقدر نشوف حركتها لأنها بعيدة جدا عن الأرض. لكن تغير أماكن النجوم البطيئة في السماء ممكن أن نحدده من خلال قياسات دقيقة تستمر لسنوات عديدة. يوم ننظر للسماء بالعين المجردة نشوف عدد كبير من النجوم، ولكن ما نقدر نعدها كلها وحتى باستخدام تلسكوبات كبيرة، لأن تظهر نجوم جديدة وهذا الشيء يخلي عدها بشكل دقيق شبه مستحيل. فكيف يقدر علماء الفلك أنهم يعرفون عدد النجوم الموجودة في الكون؟ في الحقيقة حتى العلماء ما يعرفون بالضبط عدد النجوم اللي موجودة في الكون، والأرقام اللي نسمعها يتم التوصل إليها عن طريق الرياضيات. اللي يسهل حساب عدد النجوم هو أنها موجودة داخل المجرات على شكل عناقيد. وحتى نبدأ في حساب عدد النجوم نحن بحاجة إلى تقدير عدد المجرات، ومن بعدها الوصول إلى متوسط عدد النجوم. بعض التقديرات تقول أن عدد النجوم في مجرتنا درب التبانة تتراوح بين 100 إلى 400 مليار نجم أو حتى أكثر. ولكن عدد المجرات الموجودة في الكون مذهل، وهذا الشيء موضح عن طريق بعض التجارب اللي يقوم بها تلسكوب هابل الفضائي باستخدام تقدير تقريبي جدا، وهو احتمال وجود أكثر من 100 مليار مجرة في الكون. وضرب هذا العدد بعدد النجوم المخمن في مجرة درب التبانة واللي يقدر ب 100 مليار نجم، فإن الناتج يساوي 10 سكستليون نجم، يعني 1 وبعده 20 صفر. وهذا العدد ممكن يكون أقل من التقديرات بكثير، ولأن في ضوء من نجوم ومجرات في الكون ليومنا هذا ما وصلتنا. إنزين، بما أن هناك عدد هائل من النجوم في الكون، ليش ما تضوي السماء كلها بالليل؟ الجواب ببساطة هو أن الطاقة اللي يصدرها النجم تضيع في الكون قبل ما توصل لنا بسبب بعد النجوم الكبير عن كوكبنا. العالم الشهير كارل سيغن عنده مقولة معروفة يقول فيها: النيتروجين في حمضنا النووي الDNA، والكالسيوم في أسناننا، والحديد في دمنا، والكربون في فطاير التفاح،
جميعها صنعت في أجواف نجوم منهارة، إننا مصنوعون من غبار النجوم.